بكلم موبايلي. ما شاء الله تبارك الله. هذا مسك ورد يا أخي. ما شاء الله. ورد الطائف. بار طائف طائف. زيت 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 زيت. لا إله إلا الله. أي. السلام عليكم ورحمة الله. مسلمان برادران منا إين مكان إين شكة جوجا شختم منا جت بتاع عرب تكرد ما شاء الله. Hozir shu bilan sizlarni tanishtiraman, qayerlik va nima ish qiladilar. Inshaalloh sizlarga ko'p bilmagan ma'lumotlarni shundan eshitib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashaalloh, mashaalloh. Ya akhi, kayf halak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nawarat Makka bikum bi idhnillah. Ahlan wa sahlan bik. Allah yaktub ajrakum wa yarfa' qadrakum ya rab. Hayyakumullah. Allahumma amin. Ma ismuk ya shaykh? Ismi Amir Umar Fatini. Eshitlaringa? Mashaalloh. Allahumma. Inshaalloh ya shaykh anta تسكن في هذا المحل يعني و... نعم أنا من سكان أجياد المصافي وأنا إمام وخطيب مسجد صفية بنت عبد المطلب بأجياد المصافي. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا شو هذا يا شركة وما نشتكت ما تشتاق من عيبته. شو كان اسم مسجد؟ صفية بنت عبد المطلب. صفية ابن عبد المطلب. بنتي. بنتي مطلبة. نعم. هم خطباء لر كان لر وإمامة كان شو يكتب ما تشتاق ما شاء الله. إذا سمحت كم عمرك إن شاء الله؟ عمرك بحمد من الله وفضل 24 سنة. يقرم تورجا كرجانك الله ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. أنا عند بندر إن ضرور قبلت سريمة. الآن عند السؤال مهم مهم جدا. أنت ما شاء الله أنت إمام نعم ما شاء الله الله يحفظك. الله. بكش إمام. إذا في مكة إذا مات مسلم الحمد لله كم يوم عندكم تعزية؟ تعزية كم يوم؟ نعم. كم يوم؟ ثلاث أيام. أنا أتكلم من ناحية العرف. التعزية من ناحية العرف تكون في مكة ثلاثة أيام. أيوة. مكة وتكون تعزية بولاكا. نعم. ويكون العزاء ما بين العصر ما بين أذان العصر إلى أذان العشاء. يعني تعزية الساعات عصر دان خفتون قتبولاكا. نعم. بس ثلاث أيام. نعم ثلاثة. تمام. الرجال فقط ثلاثة أيام. أما النساء فيستمر بعض البيوت تفتح إلى خمسة أيام إلى سبعة أيام إلى عشرة أيام. يعني إيه الكلام؟ أتكنا كم برخل عيالات وانكم تشوز لات إذا سبحان الله. بس هذا عندنا غريب في تاجيكستان في أوزبكستان بدل تعزية ليس ثلاثة أيام. نعم. في بعض محافظات 40 سنة هكذا تعزية هذا هل يجوز؟ هذا السنة النبوية أن العزاء يكون في الطريق تقابل أهل الميت في المقبرة وفي الطريق. أما اجتماع أهل الميت في مكان واحد وتعزيتهم فيه ففي هذا نظر. لكن بسبب ضيق البيوت وبسبب كثرة الناس يعني لا بأس من هذا من اجتماع الناس في مكان واحد لكن لا يتعدى يعني سنة وستة أشهر وأربعة أشهر هذا ما ينبغي وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تلارين يا سبحان الله تعزيان وزيت شجر عصب بركة سبحان الله أدم تور أويلر يت أويلر قر يجرم بب بلر سنة خلافك سبحان الله سبحان الله ما نشوف أهل مكة نسر عدم سبحان الله عندنا أكثر ناس أنا ما أريد أن أقول يعني في تاجيكستان في أوزبكستان في آسيا ناس جهلاء عندنا يوجد علماء والحمد لله ولكن بعض الناس يعني يعملون البدعة سبحان الله وهذا حرام ويدفنون نقود زيادة إلى التعزية يعني يطبخون سبحان الله يقول هذا خير هذا في المكة هذا ليس موجود نعم لا 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 أبدا سبحان الله انتشرت هذه الظاهرة في الأعوام الأخيرة في مكة يعني البذخ ويعني قلب العزاء إلى أفراح وهذا خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعام يعني ما يسد يعني جوعهم وحزنهم أتاهم ما يشغلهم لكن الآن أصبح أهل الميت هم يؤكلون ويطعمون الذين يأتون إلى العزاء وهذا خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم سبحان الله إيش تلارين يا سبحان الله حيغان بارمز حديث سادنا يتابك سبحان الله قندي أولكت
odam biz unda ko'ra faqirlarga yordam berishimiz kerak. Hozirgilar o'ylik bo'lsa, o'yliklarga maraka qiladi, ovqatlar beradi. Bu mumkin emas, joiz emas. Subhanalloh, subhanalloh. Alhamdulillah, shukran va jaziran lak ya shayxuna. Mashalloh, mashalloh. Alloh yutovul umrak. وماذا تريد تقول أنت من قلبك إلى الشاب المسلمين في الأسيا وسطى؟ أسأل الله بمنه وكرمه هذه تلاوات بسيطة بإذن الله لأهل آسيا الوسطى. ما شاء الله. حاضر كم نبدأ قرآن وكبير ما؟ بندن أولدنا أتكن قبلها بخص من ده عرب لربور وشارر تشون أتكن سك ترجمة قمادم من ده أبونا بكون عرب لربور وشارر تشون biz o'zbeklardan kimlar arab tilini bilsa ular ham tushunib oladi lekin hozir sizlarga bittagina o'rta osiyoliklar uchun bitta qur'on o'qiyman deyapti tafaddalar tafaddalar shayx وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله من أبو أوز القريلة ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته